بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن نسعد بالمشاركة في هذه الندوة التي ترمي إلى صبر أغوار كتاب من ولادة مركز إشعاع للدراسات الأسرية الموسوم بعنوان المساواة بين الجنسين في الإسلام مقاربة أصيلية. والحقيقة هذا الموضوع ليس بالجديد، وإنما عالجه كثير من علماء الشريعة، وأذكر القاضي محمد بن أحمد حكم رحمه الله عندما كان مشاركا في اللجنة الملكية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وكان في نفس الآن ينظر في المطالب النسائية، وكان يجيب عن كل مطلب بالرجوع إلى الأصول، إلى القرآن، إلى السنة، إلى ما فهمه العلماء من الصحابة رضي الله عنهم، وبما تحمله التابعون إلى يومنا هذا. الحقيقة القضية المساواة، نحن عندنا في شريعة الإسلام التكامل بين الجنسين، نظرا لأن هناك خصوصيات لكل فرد، فالجنس النسوي له خصوصياته والجنس الذكوري له خصوصياته، وإذا نظرنا في الخصوصيتان أو الخصوصيتين معا سنجد هناك تكاملا، فالذكر يحتاج إلى الأنثى والأنثى تحتاج إلى الذكر، وهذه فطرة الله تعالى في خط التي فطر الناس عليها، فطرهم على هذا التكامل، على هذا الجمع. الإسلام لا ينظر إلى قضية المرأة والرجل نظرة صراع، ليس هناك نظرة صراع، بل هناك تقنين للحقوق، فقنن حقوق المرأة وقنن حقوق الرجل، وبين واجبات المرأة وبين واجبات الرجل. هناك واجبات يشترك فيها الذكر والأنثى على حد سواء، وهناك واجبات فقط يتحملها الرجال. ولذلك في مسألة القوام مثلا التي أثيرت وتثار لكن بدون علم، وهذه هو الأخطر في هذا الأمر، وهو أن الذي ينطلق لنقد مثل هذه الأحكام لا ينطلق من أصولها وأسسها، فلذلك ينتقد، لكن لو أنه انطلق من أسسها ومنطلقاتها وسياقاتها لن يصل إلى هذا النقد الذي ينتقد ويعترض، وهذا الاعتراض الذي لا ينبني على دليل قوي. ولذلك لا بد لهؤلاء الذين يطعنون مثلا في هذه القوانين وهذه الأحكام أن يرجعوا إلى منطلقاتها، إلى أسسها، إلى أصولها، إلى سياقها، ليعرفوا أن هذه الأحكام ما كانت لتظلم أحدا من الجنسين، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك الأساس في تقنين وتشريع هذه الأحكام بين الجنسين هي مبنية على العدل وعلى الإنصاف وعلى إعطاء لكل ذي حق حقه، هذا هو بصفة عامة. ولذلك عندما ننظر في القوامة مثلا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أنفقوا بمعنى الإنفاق هنا ملزم به ذلك الرجل، هو الذي يلزمهم، لكن هناك تفاضل في ماذا؟ في الواجبات، هناك من أوجب عليه شيء والآخر أوجب عليه شيء، فالواجبات تتقاسمها أو يتقاسمها كل من الطرفين، ولا يمكن أن أقول المساواة إلا في ظل التكامل فيما بينهما وليس شيء آخر.